وينضم معنا من مستشفى السلطة الحكومي الجديد مراسل المملكة زيد خليفات من داخل المستشفى. زيد، ضعنا في صورة الوضع من حولك وآخر ما صدر عن المستشفى من تصريحات. نعم عبد الله، نحن نقف أمام غرفة الاجتماعات التي تجمع وزير الصحة نذير عبيدات ووزير العدل أحمد زيادات ومحافظ البلقاء ومدير مستشفى السلط الجديد ونواب محافظة البلقاء، هم يجتمعون في هذه القاعة التي أقف أمامها. هنالك يعني دراسة للموقف ودراسة للمشهد الذي منذ الصباح الباكر يشهده مستشفى السلط الحكومي. هذه الأعداد ما زالت الأرقام هي ثابتة لغاية هذه اللحظة. هنالك تجديد أمني في داخل المستشفى وفي محيط المستشفى في طبيعة الحال. هنالك تواجد لأهالي وذوي المتوفين في محيط هذا المستشفى، تم إخراجهم إلى خارج أسوار المستشفى بطبيعة الحال. ما زالت الأمور غير واضحة وهي مبهمة بطبيعة الحال. هنالك معلومات تشير إلى أن انقطاع الأكسجين دام 45 دقيقة مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص مؤكدين بسبب انقطاع الأكسجين. إذا ما تحدثنا أيضا عن عدم وجود التجهيزات الكافية في داخل مبنى ومستشفى السلط الحكومي بمولدات وأمور لوجستية، ما زال هذا المستشفى يعاني من النقص الحاد، خصوصا أنه في بداية تشغيله في السنة الماضية كان تم تشغيله في نصف الكادر، وهنالك إصابات كبيرة في أعداد الطواقم الطبية في داخل هذا المستشفى، مما يزيد الأعباء على المستشفى وعلى المرضى الذين يصلون إلى هذا المستشفى. عبد الله، إذا ما تحدثنا عن عدد الإصابات المؤكدة لكورونا داخل العناية الحثيثة، هم 8 أشخاص في هذه الأثناء. هنالك 50 إصابة في العناية المتوسطة بطبيعة الحال، وهنالك ضغط يصل إلى حد الإشباع في هذا الموقف، وهنالك أيضا حالة من الإرباك تسود هذا المستشفى، خصوصا أن التصريحات لغاية هذه اللحظة لم تخرج من هذه القاعة الذي أقف أمامها بطبيعة الحال. نعم عبد الله. نعم زيد، بالتأكيد سنبقى معك في سياق نشراتنا للبقاء على اطلاع حول مستجدات ما حدث في مستشفى السلط. شكرا جزيلا لك.